عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. كما أرحب في البداية بفضيلة الشيخ عصام تليمة أحد علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بك مولانا. أرسل بك الصحة والمشاهدين الكرام. أهلا بحضرتك مشاهدينا الكرام. بعد قليل ستظهر أمام حضراتكم أرقام الهواتف، تقدروا من خلالها تكلمونا من أي مكان في العالم وتقولوا لنا أسئلتكم على الهواء مباشرة. ومن لم يستطع الاتصال بنا من داخل مصر عليه فقط أن يرسل رقمه على صفحة يستفتونك، وإن شاء الله فريق الإعداد يتواصل معه عبر هذا الرقم توفيرا على حضراتكم. ليس هذا وفقط، بل أيضا هناك خدمة الواتساب متاحة للجميع من أجل إرسال الأسئلة مكتوبة، وليس هناك اتصال على هذه الخدمة. أيضا البث المباشر على صفحة الشيخ عصام وصفحة الشخصية وصفحة قناة مكملين الصفحة الرسمية وأيضا صفحة برنامج يستفتونك. كل تلك الخدمات مشاهدينا الكرام تحت أمر حضراتكم لاستقبال أسئلتكم مسموعة ومكتوبة على الهواء مباشرة. على بركة الله نبدأ مشاهدينا الكرام. وكيف نجدد الإيمان في قلوبنا، وما هي الوسائل التي لابد وأن نلتزم بها حتى نجدد إيماننا مع الله؟ تعالوا بنا مشاهدينا الكرام نستمع لهذا الحديث ثم نعود للتعليق مع فضيلة الشيخ عصام، تابعوا معنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. صححه الألباني في صحيح الجامع. قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام كان هذا هو الحديث. تعالوا بنا مشاهدينا الكرام نتعرف حول هذا الحديث على المعنى الإجمالي لهذا الحديث مع فضيلة الشيخ عصام. شيخ عصام، لو شرحنا الحديث شرحا مجملا، ما الفائدة من هذا الحديث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. الحديث يتحدث عن الإيمان وأنه يعني يزيد وينقص، وأنه يحتاج إلى تجديد وتعهد دائما، شأن كل عمل صالح وشأن كل الأعمال. كما هو الثابت عند أهل السنة والجماعة في معتقداتها وثوابتها العقدية أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لذلك نجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق ومؤمن. مقصود بذلك ليس معنى نفي الإيمان عنه أي الكفر، إنما أن الإيمان لو كان موجودا في هذه اللحظة لكان عاصما ومانعا للإنسان أن يرتكب هذه الجرائم وهذه الكبائر. الحديث يبين أن الإيمان يعني يقدم ويعني يتعرض لأن يبلأ أو يتعرض لأن يعني يهتز ويضعف، كما يخلق في جوف، كما يخلق الثوب. ثوب يحتاج كل فترة إلى الغسل، إلى التعهد، إلى التهوية، إلى كل عوامل التي تحافظ على الثوب، يعني مع فرق التشبيه. كذلك الإيمان يتعرض لعواد الزمن ويتعرض للمحن التي يتعرض لها المسلم أو صاحب الإيمان، ولذلك عليه دائما أن يتعهد الإيمان برعايته بالاستمرار في الاهتمام به، في تقويته، بتقوية أسبابه. فسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، أن الدعاء لله، يعني أول درجات ووسائل تجديد الإيمان الدعاء لله عز وجل، لأن الدعاء أصلا هو من الإيمان. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والدعاء عبادة. بل هو مخ العبادة، في يعني في حديث تقول هو العبادة. كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في ذلك الإيمان يتجدد في قلوب الناس، ولذلك يحتاج الإنسان إلى إخوانه ليعينوه على ذلك، كما قال أحد: هيا بنا نجلس نؤمن ساعة. يعني نذكر الله ساعة أو نؤمن، نجدد إيماننا بالله سبحانه وتعالى. وهذه وظيفة القرآن، وظيفة السنة، وظيفة العبادات، أنها تقوي إيمان الإنسان. ولذلك معظم الأوامر الإلهية تكون بعبارة ونداء: يا أيها الذين آمنوا. لأن السمع والطاعة يسبقه إيمان، الدافع لأدائها الإيمان. يا الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. شاهد لماذا؟ لأن الدافع الذي يدفع المسلم لأداء الطاعة ورقابة الله عز وجل والأجر من المثوبة هو إيمانه بربه سبحانه وتعالى. فمقويات الإيمان القرآن، لأن القرآن الأصل أنه يجدد الإيمان في نفس الإنسان المؤمن. السنة أيضا بقراءاته والطاعة عليها تجدد. لذلك حينما قابل شيخ الأزهر
دكتور منصور فهمي، وكان دكتور منصور فهمي بعده أصبح مدير جامعة القاهرة، لكن الدكتوراه بتاعته كانت من فرنسا عن أمهات المؤمنين، وكان فيها تجاوز وإساءة للإسلام وطعن في مكانة المرأة في الإسلام. فلقيه شيخ الأزهر وقال له شيخ الظواهري، وقال له أنت فلان؟ قال أنت الذي يقول عنه ملحد؟ قال يا بني اقرأ القرآن والبخاري، اقرأ القرآن والسنة. يقول فقرأت فاكتشفت كمية الجهل التي كانت عندي فآمنت بالله سبحانه وتعالى. فالإيمان يحتاج إلى تجديد بداخل الإنسان، لأن الإنسان مع مرور الزمن تتحول العبادة إلى آلة، شيء تلقائي أوتوماتيكي يؤدى. فكل فترة الإنسان يحتاج أن يقف مع نفسه ويجدد إيمانه بربه بوسائل الإيمان، بذكر الله، بزيارة القبور، بزيارة المرضى، كل هذه عوامل تقوي الإيمان في قلب الإنسان المسلم. تمام، جزاكم الله خيرا مشاهدينا الكرام. شيخ عصام، يعني إذن نسأل الله عز وجل دائما أبدا، المعنى الحقيقي من هذا الحديث أن نسأل الله عز وجل دائما أبدا أن يجدد الإيمان في قلوبنا. نعم، أشكرك شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الكرام، نستقبل الآن اتصالاتكم وأسئلتكم عبر الأرقام التي تظهر أمام حضراتكم تباعا على الشاشة من خلال خدمة الواتساب، وأيضا من خلال الاتصالات من خلال الأرقام الظاهرة على الشاشة. تعالوا مشاهدينا الكرام نستقبل أول سؤال معنا من على خدمة الواتساب. زوجتي تعمل في مركز جلدية وليزر، ويتم كشف العورة الغليظة للمرضى، ما حكم هذا؟ هل هذا العمل بالليزر، هل هذا كشف في أشياء من ضرورات الحياة، أم ليزر لعلة إزالة شعر وتجميل؟ إذا كان لتجميل وتحسينيات فالأمور التحسينية والتجميلية لا يجوز شرعا فيها كشف العورات. أما لو شيء من ضرورات الحياة لعلاج البدن، علاج من الضرورات، في هذه الحالة يعني الضرورة تقدر بقدرها، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نعم، جزاكم الله خيرا. معنا سؤال آخر مشاهدينا الكرام. ما حكم خروج الزوجة من بيتها بغير إذن زوجها، وهل يمكن أن يطلقها إذا تكرر ذلك؟ الزوجة لابد إذا أرادت أن تخرج من بيت الزوج فالأصل في ذلك أن تستأذن. نعم، أما إذا لم تستأذن الزوجة وخرجت دون إذنه فمعناها أنها أصبحت يعني تمارس النشوز مع الزوج. طيب يمكن أن يطلقها؟ والله إذا كان بلا فائدة، بلا فائدة من سمعها وطاعتها للزوج وعناد، وأصبح المسألة تستحل عشرة ولا تحترمه، ففي هذه الحالة قراره على حسب درجة التجاوز معه ودرجة الاستجابة للامتناع عن التجاوز. نعم، جزاكم الله خيرا. نأخذ سؤال آخر مشاهدينا الكرام. عندي شقة تمليك، هل أزكي عليها أم لا؟ تمليك لإيه؟ أو اللي بيأجر شقة هي تمليك ملك. تمليك للسكن الشخصي ولا للإيجار ولا للبيع؟ البيع والشراء عليها زكاة، للإيجار على الإيجار زكاة، للسكن الشخصي فلا زكاة عليها. جزاكم الله خيرا. نستقبل أول اتصال معنا مشاهدينا الكرام. أستاذ محمد من مصر، برحب بك يا أستاذ محمد. تفضل يا أستاذ محمد. أنا بعت رسالة على الواتس يا فندم. طيب قول لنا سؤالك دلوقتي أسرع. طيب ماشي يا فندم، اتفضل. أيوه يا فندم، اتفضل يا أستاذ محمد. يا فندم أنا أعمل موظف بيع في أحد الشركات. تمام يا فندم. مندوب مبيعات يعني؟ لا هو موظف بيع سيلز يعني سيلز. طيب ماشي. بيع منتجات الشركة. ماشي. تمام. هل أنا يجوز لي إن أنا ودوري إن أنا أحقق ربحية للشركة في بيع المنتج ده؟ هل يجوز إن أنا أتاجر في المنتج ده يعني أشتريه وأرجع أبيعه تاني؟ لا، بص يا أستاذ محمد، أنت دلوقتي بتشتغل موظف مبيعات في شركة صح؟ تمام يا فندم، تمام. طيب فأنت بتسأل دلوقتي إنك ممكن تاخد منتجات الشركة وتبيع على حسابك الشخصي؟ أيوه، دي نقطة. النقطة طيب. الثانية، هل النقطة الثانية بعد إذن حضرتك، هل يجوز إن أنا أشتغل في منتج منافس للشركة؟ تمام، في نفس أوقات العمل في الشركة ولا في أوقات عمل أخرى؟ في أوقات العمل، غير أوقات العمل. طيب حاضر. النقطة الثالثة، هل يجوز إن أنا أشتغل في منتج في نفس المجال، في نفس المجال ولكن في منتج غير متوافر في الشركة؟ دي الثالث نقطة. لا، منتج إيه يا فندم؟ منتج غير إيه؟ يعني اشتغل في منتج غير متوافر بالشركه بقى في نفس المجال بس غير متوافر بالشركه. غير مش سامع الكلمه بتاع اللي بعد غير متوافق. يا غير متوافر.
منتج غير متوفر, غير متوفر في الشركه, في الشركه اللي انا اعمل فيه. تمام تمام تمام, بس في نفس المجال, في نفس المجال برضه. طيب حاضر, بشكرك يا استاذ محمد. استاذ محمد بيسال, هو بيعمل موظف بيع في احد الشركات, بيقول هل يجوز ان انا اخذ منتجات الشركه وابيعها على حسابي الشخصي؟ ده سؤاله الاول. السؤال الثاني, لا لحظه, شغال في شركه, بيبيع منتجات, ايوه, هو بقى عايز يعمل ايه؟ عايز ياخد المنتجات دي ويبيعها على حسابه الشخصي. الشركه بتدي له منتجات من باب ايه؟ من باب ان هو موظف مبيعات. فبتدي له ايه؟ بتدي له منتج يبيعه. هديه ولا بتديها له يبيع؟ هو شكله مش مندوب مبيعات, هو شكله موظف اداري, ففي الشركه دي بتبيع منتج. حلو. فهو عايز ياخد المنتج ده ويبيعه وبيشتريه بصفته, اقصد ما ده اقصد صفته مشتري زي بقيه الناس, ولا ليه امتيازات عشان موظف؟ ايوه, ليه امتيازات عشان موظف, ياخد عشان موظف كميه محدوده كموظف, ولا ياخد مساحه؟ اذا مسموح ان يبيع ويشتري هو حر. تمام, بيع وشراء. ايوه, اذا ده ممنوع كقانون عمل في الشركه, انما ياخد كميه له والاولاد واسعار معرفه ياخدها عشان يقعد في كل شويه ياخدها, وليس مسموح له ان ياخد دائما, هنا اللي بيضبط العلاقه بينه وبين الشركه, العقد بينه وبين الشركه. تمام, الشركه يعني تجيز ذلك ولا تمنعه؟ لو أيوة. تمنعه معناه مش من حقه, معناه في ضوابط المسلمون عنده شروطين. اما لو ده شيء جائز ياخد يشتري وهو حر, هو حر, اصبح مشتري زي اي مشتري. طيب سؤاله الثاني يا شيخ عصام, هل يجوز ان هو يبيع منتج منافس للمنتج بتاع للمنتج اللي بيبيعه في الشركه اللي هو بيشتغل فيها, يعني منتج تاني بس منافس غير منتج الشركه, هل يجوز ان هو يشتغل فيه في غير اوقات العمل الرسميه بتاعه الشركه الاولى بره وبعيد عن زباين الشركه؟ أيوه. اللي هو ما يعرفهاش عن طريق الشركه. اذا بضوابط ان ده ما يتعارضش مع شغله ولا يؤثر عليه, ان بيعرف اسعار فيقول لك يعني هو بيديكوا الجمله بكذا, لا انا اديها بكذا. تمام, في حاجات ما يعرفهاش عن طريق الشركه, في معناها اصبح في اسرار الشركه وعرفها, بس غالبا بيبقوا هم نفس الزباين. لا, نفس الزبائن ده معناه هو استفاد بزبائن الشركه. ايوه, الا لو يعرف زبائن ده بعيد عن الشركه, انما نفس زبائن الشركه لا, ده اصبح حق للشركه. طيب اذا كان المنتج غير متوفر في الشركه التي يعمل بها وبدا يعمل في منتج اخر ولكنه غير متوفر في الشركه, معناه ان الشركه مالهاش علاقه بالكلام ده, يبقى القانون مش هيعارضه, القانون العام اللي عند الشركه. تمام, ده اللي يحكمه. تمام, جزاكم الله خير. استاذ مصطفى, برحب بيك يا استاذ مصطفى. استاذ مصطفى, لا ام جهه. الو, طيب مين يا جماعه معانا؟ استاذه سناء. ألو. برحب بيك يا استاذه سناء. الو, حضرتك استاذه سناء معايا؟ ايوه انا سامع حضرتك. طيب مين معايا يا فندم؟ انا سناء. طب اتفضلي يا استاذه سناء, اتفضلي يا فندم. ماشي, انا كنت عامله توكيل لاخويا من حوالي 19 سنه. وببص لسه في رمضان اللي فات فوجئت وانا باخد الفيزا منه انه واخد حوالي مني 150,000 او 200,000 من غير ما اعرف. ايوه, وجيت واجهته بالموضوع ده. المهم يعني ما ومعايا اوراق بالاثباتات, ده نكر معايا اثباتات من الشغل كده. لا يعني انت اديت له الفيزا بتاعتك وبعد فتره فوجئت ان هو واخد حوالي 150 او 200,000 منها؟ من المرتب, يعني كان هو بيديني المرتب ناقص, فلما رحت الشغل يعني الموضوع كان تراكمي يا استاذه سناء, مش المبلغ على بعضه مره واحده, الموضوع كان تراكمي. لا في خلال 19 سنه. خلال 19 سنه. تمام. فكنت تعبانه انا, وما لسه يعني دلوقتي يعني الحمد لله صحتي اتحسنت, ورحت بقى اطلب حقي. فلقيته في الشغل ومعايا اثباتات من الورق من الشغل ان هو كان واخد فلوس مني, يعني ده المبلغ ده كله. ايوه, وكان الشغل كان عايز يحوله التحيه وكده, انا رفضت. تمام, قلت لهم ده اخويا يعني وكده, وسامحته بينه وبين ربنا سامحته. طيب فالسؤال بقى اللي انا بقى يعني كل ما بيجي مناسبه انا بتصل بيه, بس مش زي الاول بقى, يعني اللي انا اخويا وبطمن عليه وكده. أيوة, في المناسبات بس بتصل بيه. تمام. غير كده وكده, السؤال الثاني ان انا ابني عايز يتجوز بنته وانا رافضه بالموضوع دوت, هل عليا ذنب؟ لان انا خايفه يعمل في ابني يعني يكتبوا حاجات ويعملوا كده, وبعدين انا ابني شغال في محل كاشير. فطلب منه بمجرد ابني بيقول لي بيهرج, بس ده يعني بيقول له ايه, طلع لي حاجات من غير ما حد يعرف تبع المحل, يعني من غير ما حد يعرف وكده. فقال له لا ده ماما. طب يعني انت خايفه, انت خايفه من سلوكيات اخوك ان هي تاثر على سلوكيات ابنك بالسلب. طيب خلاص خلاص يا استاذ سناء, انا سمعت السؤال, حاضر وفهمت. طب اتجوز بنته, فهل دوت انا رافضه الجوازه دي, فهل عليا ذنب واعمل ايه مع ابني؟ يعني اكلمه ازاي؟ حاضر,
بشكرك يا استاذه سناء، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شيخ عصام، هي دلوقتي استاذه سناء عندها مشكله مع اخوها، قعدت لمده 19 سنه هو بياخد الفيزا عشان يجيب لها المرتب، فكل ما يجيب لها المرتب بيدي لها رقم وياخد هو رقم. على مدار 19 سنه الرقم ده وصل حوالي 150 ل 200 ألف على حسب قولها. فبتقول لما انا اكتشفت الكلام ده رحت وكنت عملت مشكله في الشغل وبتاع الكلام ده كله، وكان هيتحول للنيابه او اعمل له محضر او كده، فانا رفضت وقلت ده اخويا وسامحته ما بيني وما بين ربنا وقلت خلاص. بس دلوقتي بتقول ان هو عايز يتجوز ابنها، عايز يتجوز بنته، فبتقول انا خايفه من سلوكياته وبمنع ابني من الجوازه دي، فاتكلم مع ابني ازاي واقول له ايه واللي انا بعمله ده صح ولا غلط، خاصه ان هو طلب من ابنها، هو بيعمل كاشير في محل، فيقول له ايه طلع لي حبه حاجات كده من المحل من غير صاحب المحل ما يعرف والكلام ده كله. فالواضح ان سلوكياته بتتجه نحو الامور الغير مشروعه. يعني هو السؤال البنت ايه وضعها؟ اه، والولد هيتجوز البنت مش هيجيب ابوها معاه؟ ايوه، هي خايفه من تاثير الاب على ابنها. لا، وهي بقى تربيتها لابنها عملت ايه؟ ازاي النهارده رب ابني لحد لما بقى شاب ويجي خاله ده اللي يعني بيشوفه مره كل كام في مره في الاسبوع هيجي يغير فيه بكلام؟ انا ما يعني ما قصرتش في التربيه. أيوة. لا، هنا دورنا احنا الاهم، واذا انا مربي ابني على اكل الحلال لو 100 واحد مش هياكله حرام. نعم. فهي مش ابنها عارف اللي حصل، تقول لابنها والله الموضوع كذا 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 وتعالى يا ابني شوف البنت. فالبنت لا تظلم بالاب، اذا البنت كويسه ومتدينه ومحترمه خلاص يتوكل على الله انت تتجوز البنت مش الاب، لان في النهايه هو خال. أيوة. ما تجوزش البنت ما هو هيفضل خال برضه. ايوه، هتودوه فين؟ هترموه للقطط؟ خلاص هي خال وهي وحقه انه يزوره وهيشوفه طبيعي. طيب. كل مره كل فين كل خال يظل خال. هنا اللي يفرق ما مدى تاثير الخال ده على البنت. تمام. تربيه البنت، اخلاق البنت ايه؟ منها عمه البنت يعرفها كويس. ايوه، فتقيم البنت بعيد عن الاب. تمام، جزاكم الله خيرا. طيب ناخد تليفون. استاذه نهلة من مصر، برحب بيكي يا استاذه نهلة. اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضلي يا فندم. انا دلوقتي انا والدي توفي وساب لي ميراث. تمام. دلوقتي انا دلوقتي الفلوس اللي معايا بتقل قيمتها وانا بسحب منها طبعا عشان انا بحتاج فلوس يعني وكده. ايوه. دلوقتي انا ممكن احط فلوسي شهادات شهادات استثمار واخد راحه كل 3 شهور ولا مش هينفع؟ هتحطي فلوسك شهادات استثمار في بنك اسلامي ولا في بنك ربوي؟ لا، بنك عادي. طيب، انت عارفه رد الشيخ عصام اكيد، بس هتسمعيه مره ثانيه. بشكرك شكرا جزيلا. هي دلوقتي بتقول ان هي عندها مبلغ ميراث، فبتقول انا بحتاج فلوس فبضطر اخد من المبلغ كل شويه والمبلغ بيقل، ففكرت دلوقتي ان انا احط المبلغ ده شهادات استثمار في بنك. قلت لها بنك ربا ولا عادي؟ قالت لي بنك ربا ولا اسلامي، فقالت لي لا بنك عادي ربوي يعني. فهل يجوز او لا يجوز؟ لا، لا يجوز ذلك. بنك ربوي بفائده محرمه شرعا لا يجوز. تمام. تبحث عن بنك اسلامي او تبحث عن وضعه في عقار في شيء في تجاره، ربنا يوسع عليها بالحلال يعني. تمام، جزاكم الله خيرا. معانا سؤال، معانا اتصال من مصر. استاذ تامر سامي، استاذ سامي اتفضل يا استاذ سامي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. يعني هو بعد اذنك حديث النفس في كل عمل الانسان بيعمله. اه. يعني الواحد مثلا ايه مثلا كل ما تيجي مثلا لو شلت مثلا حاجه من الارض تقول مثلا ايه من حاجه شال حاجه من اذى المسلمين عليه حسنات، ليه ماشي. كذا؟ عمل كذا، حديث النفس في الحاجات دي بيحبط العمل ذات نفسه؟ بيحبط العمل؟ يعني انت بتتكلم. أيوة. بتتكلم بده مع نفسك وبتذكر نفسك كل ما بتشوف موقف ان انت ممكن تعمل فيه عمل خير، مثلا ماشي ولقيت صخره فقلت ايه إماطة الاذى عن الطريق صدقه، فقمت شايل الصخره دي وعامل كده. اه، نفسك اللي بتحدثك من كل اي حاجه يعني. ايوه ايوه، طيب ماشي، حاضر. أيوة. حاضر، بشكرك شكرا جزيلا. حديث النفس في عمل الخيرات يا شيخ عصام، يعني نفسه تحدثه دائما بان هو يعني هعمل خير اهو فيعمله، بيقول ده بيحبط العمل ولا لا؟ مش فاهم. يعني هو شيخ عصام مثلا ماشي لقى صخره مرميه في الارض. ماشي. فقام جاي اي نفسه قالت له كده إماطة الاذى عن الطريق صدقه، فحدث نفسه في ده. ايه علاقه ده بان ده يدخل رياء فيحبط العمل؟ الرياء انك تطلع غيرك على ما تفعل. ايوه. الرياء انك انت تبقى فرحان وتباهي باللي عملته، ده الرياء. ايوه.
ان العمل مش لله عشان الناس تشكرك، انما طوبى بينك وبين نفسك، ما فيش حد اصلا يعني الا يشكرك. يعني حديث النفس ما فيهوش مشكله خالص، ما فيش علاقه الكلام ده. تمام، جزاكم الله خيرا. معنا ام خالد. ام خالد من مصر، برحب بيك يا ام خالد. يا ام خالد، طيب لحد ما ترجع لنا ام مصطفى، برحب بيك يا ام مصطفى. الله يخليك، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه وبخير، ربنا يكرمك، اتفضلي يا فندم. انا كنت عايز اسال ايه فيما معناها، يعني ايوه فيما معناها، اللي هي لو ان قرانا عربيا سيرت به الجبال او قطعت به الارض، ما اعرفش دي في انهي سوره. أيوه. بس عايزه افهم معنى الايه دي. طيب حاضر حاضر، بشكرك شكرا جزيلا. يعني معلش، هو الموضوع بس هيبقى محتاج تفسير للآية، فإن شاء الله في موضع آخر إن شاء الله ممكن نبدأ بيها حلقة من حلقات يستفتونك، وزمايلنا في الإعداد يفكرونا، وإن شاء الله تسمعيها بإذن الله وتسمعي تفسير. آه اتفضلي يا فندم. أنا كنت عايز أسأل يعني في موضوع طلاق، يعني اتفضلي. ليا جارة سورية جوزها حلف عليها بيقولها عليا الطلاق، لا لازم تخرجي من البيت وعلى وشك بيشه، على وشها يعني ايوه غطا يعني غطا كده. فهي ما كانتش عايزه ايه تعمل تخرج من البيت، فاهلها اجبروها ان هي حطت البيشه وطلعت بره. أيوة. يعني ما وقعتش اليمين. تمام. ها ما وقعتش اليمين، هل كده اليمين، هل كده دي تعتبر اول طلقه؟ مش هي خرجت وعملت اللي هو قال عليه. طيب ايه السؤال؟ ايه السؤال بقى؟ طلقه يعني تعتبر اول مره يعني؟ ما هي طلقه ليه؟ مش هو قال لها، مش حلف عليها طلاق ان هي تخرج من البيت وتلبس بيشه؟ ايوه. طيب وهي عملت كده، لو ما عملتش كده نتكلم هي طلقه ولا مش طلقه، لكن لو عملت كده يعني نفذت اللي قاله. نفذت اللي قاله، طيب. يعني دي تتحسب واحده عشان هو حلف عليها بالطلاق بحاجات. طب كلمي الشيخ عصام، يعني. كلمي الشيخ عصام. يا اختي الكريمه. هو سؤالك دلوقتي. هو هدد بحاجه وهي خافت من التهديد فعملت اللي هو عايزه. السؤال فين دلوقتي؟ ما فيش طلاق اصلا، لا طلاق ولا في نقاش اصلا يعني. يعني ما تعتبرش واحده يعني. ما فيش واحده ولا اثنين، ما فيش حاجه اصلا. الكلام ده لو قال لها عليها الطلاق، ما انت طالعه على البيشه، فما طلعتش البيشه. هنا نسال ده طلقه وقعت تحسب واحده ولا ما وقعتش؟ وصلك الفكره؟ ايوه. انما اصلا ما حصلش خلاص، ما وقعش الطلاق خالص. طيب حلف عليها مره ثانيه بالطلاق برضو؟ ده فاضلها بقى قاعد يحلف بالطلاق يعني. ده الطلاق ده دقه زي اللبانه كده. خلاص امنعوا اللبان ده. حلف عليها بالطلاق ثاني انها ما تطبخش اكل مصري. ما تطبخش اكل مصري ليه؟ هو جنسيته ايه؟ مش عارف، سوري تقريبا. هم سوريين، جيراني يعني سوريين. ما تطبخش اكل مصري. فهو سافر وغاب عنها 8 سنين. غاب عنها كم؟ 8 سنين، غاب عنها 8 سنين. 8 سنين. فهي خلال ال 8 سنين دول عملت الاكل المصري. السؤال بقى هنا ايه؟ حكم الغياب 8 سنين ولا الاكله؟ لا، هل وقع الطلاق كده ولا لا؟ يعني يا اختي ده هو واحد غايب 8 سنين. عامل بقى يعني مقاطعها ولا مسافر ولا مهاجر ولا ايه اللي بينهم اصلا؟ ما تعرفش، هو حلف عليها ما تعملش اكل. خلاص خليها تسال ان شاء الله حاجه، عشان في اسئله لازم اعرفها هنا. 8 سنين دي مانيش فاهم، مهاجرها في الفراش، مقاطعها، مطلقها، ده في 8 سنين لازم تسال فيهم اهم من الاكله. معايا يا فندم؟ ايه؟ بقى تعمل اكل مصري لاولادها. مش فارقه دلوقتي الاكل المصري هو ملوخيه شامي ولا ملوخيه مصري. الاهم دلوقتي في 8 سنين اهو، عايز اسال فيهم ده الاهم عندي. الاكله ده ما احنا عارفين صرفتها ايه. فصاحب السؤال اللي تسال عشان في تفاصيل بنسال فيها. تمام، وصلك يا اختي الكريمه؟ ايوه. بشكرك شكرا جزيلا على اتصالك. الناس ركزت في الاكله المصري ولا لا اتعاملوا تعنش وسابوا 8 سنين واتاكل اتعامل في 8 سنين. وانا الاهم عندي كلت ولا ما كلتش؟ الاهم عندي 8 سنين دول ايه؟ تمام، هجر ولا إلاء ولا خلع ولا طلاق ولا إيه بالظبط؟ تمام. طيب معانا اتصال تاني يا جماعة؟ أم خالد، برحب بيك يا أم خالد. عليك. اتفضلي يا أم خالد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ازيك يا أستاذ محمد؟
تمام احمد زي محمد مفيش مشكله. ازيك يا شيخ عصام؟ كل سنه وانتم طيبين. بيسلم على حضرتك ربنا يكرمك. انا مبسوطه جدا والله اني كلمتكم، ربنا يرجعكم بالسلامه يا رب وفك الغمه. اللهم امين يا رب. احنا كمان سعداء بتواصلك معانا ربنا يكرمك. ربنا يخليك يا استاذ محمد. اتفضلي يا فندم. حضرتك يا استاذ محمد عندي سؤال كده بعد حضن حضرتك، بس عاوز يعني بكلمك من بره، عاوز اسمع في التلفزيون اتكلم وحضرتك تجاوب. طيب انت عايزه تسالي السؤال يعني بتسمعيني من التلفزيون؟ اه طيب عشان اسأل. الشبكه مش حلوه يعني. طيب اسالي السؤال وان شاء الله الشيخ عصام يجاوبك عليه باذن الله. ماشي. بقول لحضرتك انا جوزي ما بيشتغلش يعني قاعد في البيت، عاوز ينام طول النهار ويقوم يعني على المغرب يقوم خارج يجي ساعة واحدة كده، بس هو طالع معاش الصراحة، بس صحته كويسة. يعني ما فيش الا المعاش بس. فابني مسؤول عن كل حاجة، ابني مسافر فمسؤول عن كل حاجة، يعني حتى جواز اخته هو مسؤول عنه. يعني اخته هتتجوز مسؤول عنه، انت عارف مصاريف مصر عدد ايه والجهاز وكده اكتر من 200,000 جنيه ما يكفوش والكلام ده. فمصاريف بيته ابني صعبان عليا جدا. أنا دلوقتي ماليش نفس أكلمه خالص، يعني ماليش نفس. هل عليا وزر؟ لا أنت مالكيش، أنت مالكيش نفس تكلمي مين؟ زوجك ولا ابنك؟ لا زوجي اللي ما بيشتغلش، ابني اللي مسؤول عن كل حاجة. أنت طب أنت بتقولي إن هو طلع على المعاش ابني وهو يستطيع أن يعمل ولكنه لا يعمل. بس هي المشكلة إن ليا ابني في كلية وبنتي برضه في كلية، فابني مسؤول عن ده كله، مصاريف بيت كل حاجة، كل حاجة هو مسؤول عنها. فده من حلم خالص، كل ما اجي اقول له قوم اشتغل وكده يقول لي انا تعبان انا مش شغال. ده كل اللي عنده، اكلمه بالراحه فانا ماليش نفس. حتى كنت بصلي بعمل في رمضان حج مقبول ما كنتش بكلمه في رمضان. فعايز اعرف بس الاجابه من الشيخ عصام يعني. حاضر يا ام خالد. بعد اذن حضرتك. حاضر يا ام خالد بشكرك شكرا جزيلا. هي ام خالد يا شيخ عصام بتقول ان هي عندها مشكله مع زوجها، طلع على المعاش ما بيشتغلش، بينام طول النهار، يصحى المغرب، ينزل يقعد بقى على القهوه ولا مع اصحابه، يرجع الساعه 1 بالليل، وابنه اللي لسه في جامعه هو اللي متكفل بكل مصاريف البيت. حتى طلع على المعاش. يعني عنده معاش. عنده معاش وبس. طيب فبتقول يعني المعاش قليل وهو المفروض يستطيع ان يعمل ولكنه لا يريد ان يعمل. كلمته بالراحه وكلمته بهدوء واتناقشت معاه وكل حاجه، يقول لها لا خلاص انا مش هشتغل، انا مش قادر، مش هعمل بتاعه الكلام ده كله. فبتقول انا خدت قرار ان انا اقطعه، حتى ما كنتش بكلمه في رمضان. فده يجوز؟ لا طبعا. هي في النهاية يعني النفقة طبعا مطلوبة من الزوج، ده حق الزوجة بما يستطيع. طيب هو طلع معاش، ما عرفش بقى طلع معاش مبكر واضح يعني، لا ده طلع على معاشه اللي في معاده. يا جماعة المعاش مش معناه انك انت مت ولا انتهى العمل، ده معناه سن العمل بتاع الحكومة. أما المسلم يظل يعمل إلى آخر رمق في حياته، حتى لو يعمل متطوع في عمل خيري. لو انت مش محتاج فلوس عندك مال الدنيا، طيب تعمل ايه؟ تقعد؟ لا ما فيش كلام، تشتغل تعمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله النخله الصغيره، فان استطاع الا تقوم حتى يغرسها فليغرسها وله بذلك اجر. نعم. الساعه بتقوم وده اخر لحظات في عمرك وفي العمر الدنيا كله، تشتغل تعمل. وهكذا يعني الانبياء، نبي الله سيدنا داود نبي ملك. مع ذلك كان يعمل الدروع وألنا له الحديد. فده الحداد. وده مين؟ ملك نبي. اخواننا ما فيش في الدين حد ان يبقى ربنا بيديه الصحه، لان القعده من غير شغل هي بتجيب المرض. المرض العضوي والبدني والنفسي. طيب لا هي تقطع لا ما تقطعوش، انت حاولي تنصحي قد ما تقدري يعني، واجتهدي في هذا النصح، ويعني ربنا يهديه ويشرح صدره. تمام جزاكم الله خيرا. معنا مين؟ أم فاطمة من إيطاليا، برحب بك يا أم فاطمة. أم فاطمة السلام عليكم. اتفضلي يا فندم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ أحمد؟ كل عام وأنتم بخير. تمام والله الله يكرمك، الحمد لله ربنا يعزك. سلمنا للشيخ عصام. بيسلم على حضرتك ربنا يكرمك. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلم. كنت عايزه بس اعرف في الاسلام عندنا ايه الفرق بين النهي والتحريم؟ الفرق بين النهي والتحريم؟ حاضر. وكمان يعني ايه نسخ الايه في القران؟ طيب حاضر بشكرك شكرا جزيلا على اتصالك. هو موضوع كبير، السؤال كلمتين يعني. بس الموضوع كبير جدا. تمام.
يبتسأل أول سؤال عن إيه؟ الفرق بين الفرق بين النهي والتحريم. مش فرق، لا هو النهي في القرآن أو النهي في السنة الأصوليون يناقشون هل النهي يعني يدل على التحريم أم لا. يعني أولا كل تحريم هو يأتي في صيغة نهي. نعم. غالبا يعني يعني يا أيها الذين لا تأكلوا الربا، خلاص، وأحل الله البيع وحرم الربا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ده نهي. نعم. فهو لكن دلالته التحريم، فكل حاجة محرمة ترد غالبا في نهي، لكن مش كل نهي يدل على التحريم. في هنا نقاشين بين العلماء. نعم. أهل الأصول، هل النهي يدل على التحريم دائما، وهل النهي يقتضي الفساد أم لا، يعني أي حاجة منهي عنها تبقى فاسدة، ولا قد يكون منهيا عنه ولكن ليس فاسدا. أدي نماذج، معلش نضطر نوضح شوي. تفضل. أول سؤال، النهي هل يدل على التحريم؟ هذا خلاف بين الفقهاء. نعم. إذا كان نهيا بلا قرينة تصرفه عن التحريم فالأصل هو الأمر القرآني، ده في القرآن، إن النهي في القرآن للتحريم الأصل فيه، إلا إذا جاءت قرينة تصرفه عن التحريم، والأمر في القرآن للوجوب إلا إذا جاءت قرينة يعني شيء يصرفه عن الوجوب. زي إيه؟ إني إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه، الأمر هنا إيه؟ فاكتبوه. أي. الأصل في الأمر للوجوب، قالوا لا ده صرف من الوجوب للاستحباب. ليه؟ لأن الآية قال بعدها فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فهنا رفعت الأمر. نعم. كذلك النهي في القرآن للتحريم، نفس الحالة في السنة، الأصل أن النهي في السنة ده على خلاف بين العلماء. أيوة. ثم قال أن النهي في السنة للتحريم، لأن لا النهي للكراهة، وإني إلا إذا جاءت قرينة تصرف إلى عدم التحريم أو إلى التحريم. طبعا مال شيء قرروا عدد من الأصوليين على أني لا، الأمر في القرآن للوجوب والنهي للتحريم، والأمر في السنة للاستحباب والنهي للكراهة. نماذج. أيوة. مثلا من النهي لما إنما صلى الله عليه وسلم يبين أني ما أسفل الكعبين في النار ينهى عن إطالة الثوب. صح؟ النهي ده للتحريم ولا لأ؟ أيوة. قالوا لا، هنا النهي ده للتحريم إذا كان مقصودا به الكبر. طيب الدليل إيه اللي خرجه من هذا الكلام من الكبر معلل؟ قال لي إن سيدنا أبو بكر قال لرسول الله أنا منهم، كان يعني سرواله طويل وبيتعهده، قال لا يا أبا إنما من فعل ذلك كبرا وخيلاء. أي. النهي عن البول قائما، نهى الصصام عن البول قائما. نعم. هل ده للتحريم ولا للكراهة؟ نسأله إذا كان الأصل أن الإنسان لا يبول إلا جالسا. أيوة. كما قال سيدنا عائشة في حديث من حدثكم أن رسول الله بال واقفا فلا تصدقوه. نعم. سيدنا حذيفة حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال على صباطة قوم واقفا، قيل إن العلة هنا عشان عنده مرض في ركبته أو كان فيه يعني صباطة يعني مكان مش نظيف. طيب فقالوا هنا النهي يعتبر نهي كراهة. النهي عن صبغ الشعر بالسواد اختلفوا تحريم ولا كراهة. أيوة. النهي عن القزع تحريم ولا كراهة، وقال له كراهة تنزيهية. أقصد هنا اللي بيفرق سياق النص والدلالات اللي الفقهاء فهمها من هذا النص. تمام. في مدلل، فكل نهي الأصل في القرآن للتحريم. أيوة. إلا إذا جاءت قرينة تصرف عن إنه مش تحريم، نهي. النهي في السنة في خلاف بينما قال النهي أي نهي للتحريم يبقى كل حاجة محرمة، إلا إذا جاءت قرينة تصرف إنه مش محرم للكراهة. أيوة. ورأي آخر وده بيرجح الشيخ القرضاوي وأميل إليه، إن كل نهي في السنة فهو للكراهة إلا إذا جاءت قرينة تصرفه إلى التحريم لا إلى الكراهة التنزيه، وذكروا في ذلك نماذج. النقطة الثانية اللي أنا يعني، هل النهي يقتضي الفساد؟ إذا النبي نهى عن حاجة يقتضي إن اللي يترتب عليه يبقى فاسد؟ أيوة. خلاف في اللي قال أي نهي يقتضي فساد المنهي عنه. نعم. في رأي لا، في فرق بين الاثنين، النهي يبقى منهي عنه لكن ما يقتضيش الفساد. زي نموذج ايه؟ حديث لا يخطب احدكم على خطبة اخيه. ايوه. النهي عن خطبة الاخ على خطبة اخيه، هذا النهي
منهم من قال ده يحرم، من قال لا يكره. طيب النهي ده لو واحد خطب واحدة وراح واحد جه خطب عليه، أيوه، فتفسخت خطبة الأول وقبلت خطبة الثاني بعد ما خطب فسخه، وده خطبة على خطبة. نعم. الثاني اللي خطب ده واتجوز، العقد بتاع الزواج صحيح ولا فاسد؟ أيوه. اللي قال إن النهي يقتضي الفساد قال لا، العقد الخطوبة منهي عنها يبقى العقد فاسد، واللي قال لا في فرق بين الاثنين قال النهي عليه وزر وذم إنه خطب على خطبة، ولكن العقد عقد صحيح ولا تلازم بينهما. قضية طويلة في الأصول يعني، الأخت أنصح عزة تذهب لذلك يعني تقرأ فيها، وتقرأ في دلالات الأوامر والنواهي كذلك، الأمر والنهي، تقرأ باب النهي في الأصول. نعم. وعبارات النهي في القرآن والسنة وما تفيده هذه العبارات، واختلاف بين الفقهاء فيها، تقرأ في كتاب البحر المحيط للزركشي أو يعني الإرشاد الفحول للشوكاني أو أي كتاب من أصول الفقه، الكتب الصغيرة لخلاف أو أبو زهرة أو الخضري يعني أو عبد الكريم زيدان، أي كتاب مختصر تقرأ فيه هتجد ملخص لهذا الأمر. إذا كانت متخصصة عايزة تتخصص تقرأ في ذلك الكتب المطولات التي تفيد في هذا الأمر. ده نظرة يعني عابرة، الوقت لا يتسع لإسهاب يعني. تمام، جزاكم الله خيرا. هي اتكلمت عن الآية المنسوخة بقى، بس عايزين ده النسخ ده يعني هو في خلاف حتى في النسخ، في نسخ ولا لا؟ أيوه، بينما نرى أن في نسخ، في نقدر تخصيص. أنصح أيضا الأخرى حابة تقرأ، تقرأ النسخ في القرآن للدكتور مصطفى زيد رحمه الله، كانت رسالة دكتوراه من كلية درع عيون جامعة القاهرة، وتقرأ كذلك يعني كتاب عن النسخ للدكتور جاسر عودة. نعم. وكان المشرف عليها الدكتور صلاح سلطان فك الله أسره، يا رب اللهم آمين. وتقرأ كذلك كتب كتبت لي لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن لعبد المتعال الجبري. أيوه. وتقرأ في كتب علوم القرآن، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي والبرهان الزركشي، وتقرأ من كتب المعاصرين المهمة كتاب مناهل العرفان لمحمد عبد العظيم الزرقاني رحمه الله، أو أي كتاب يعني علوم قرآن لمباحث علوم القرآن للشيخ مناع القطان، أو لأي أحد من الكتب المهمة التي تناولت قضية النسخ أشرح فيها النسخ مختصرا. إذا كانت متخصصة تقرأ في التخصص، إذا كانت تريد إلماما سريعا ستجد الكتب البسيطة التي تعرضت لهذا الأمر، قضية مختلف فيها كبيرة قديما وحديثا. نعم. طيب معلش الناس على البث المباشر، بس الشيخ عصام بيكلمونا عن وفاة السفير إبراهيم يوسف. أنا من الصبح بقرأ، وقبل كده قرأت الخبر كذا مرة، كاتبين لي على البث المباشر، أنا حتى مش عارف أنا يعني ولا لا. أكثر من مرة أقرأ الخبر، وهو على جروبات واتساب أنا فيها. أنا بعد كده نفي، فإخوانا محتاجين نتيقن ونتأكد. طيب ليه برضو كذا واحد الدكتور المهندس حاتم عزام كاتب على صفحته، أيوه، وعلى جروبات واتساب ناس بتكتب، أيوه، لكن انا يعني من لحد اللحظه من 4 ساعات والناس بتكتب ومش قادر استيقن. أيوه. لا استطيع ان انا يعني اعلق على خبر كهذا الا بالتيقن يعني ربنا سبحانه وتعالى اذا كان يعني حيا ان يرزقه الصحه والعافيه، اذا كان كتب الله له يعني لقاء الله عز وجل ان يرحمه ويتغمده برحمته، فمش قادر ان انا احدد الامر يعني. تمام. الناس بتسال برضو على برنامج كلامكم، برنامج كلامكم ما رجعش ليه؟ برنامج كلامكم الناس ما شاء الله بتشكر يعني في البرنامج. انا والله يا جماعه بشكركم شكرا جزيلا، وان كان انا كتبت بوست النهارده على صفحتي بشكر كل الناس على كميه الرسائل اللي جات لي على صفحتي الشخصيه وعلى حساب الشخصي، ان الناس مهتمه وبتسال على البرنامج ده، تكريم كبير جدا من حضراتكم ليا وللبرنامج والفريق العمل اللي تعب جدا في البرنامج ده. بس احنا عندنا حبه تغييرات في القناه الفتره دي، اداره القناه يعني خدت قرارات في بعض التغييرات في البرامج، وفي خريطه جديده، وفي حاجات هتحصل ان شاء الله قريب. فانا عشان كده قلت لكم الاجابه على السؤال ده ان شاء الله هاجلها شويه لحد ما اعرف ان شاء الله ايه الجديد، واكيد هبلغكم بيه. بس بشكركم جدا 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 على حرصكم وسؤالكم على البرنامج. استاذ احمد من الدوحه، برحب بيك يا استاذ احمد. السلام عليكم. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذي باختصار شديد، انا ليا مبلغ من المال عند شخص. أيوه. الشخص ده المبلغ ده بقى له حوالي 5 سنين أو 6 سنين. ايوه. هو دايما متعذر، هو مختفي انا ما بشوفوش، لكن بيبعت مع اشخاص تانية ان هو متعذر ومش قادر يدفع وكلام من ده، هل ينفع ان انا احتسب المبلغ ده من زكاه مالي؟ طيب معلش ممكن السؤال مره تانية؟ معلش لان انا سرحت شويه فما سمعتش السؤال كويس، سامحني يعني. لا ما عندك مشكله، اتفضل. انا ليا مبلغ من المال عند شخص. تمام. فالشخص ده هو على طول متعذر، هو ما بنشوفوش،
مختفي خالص من 5 سنين، لكن دايما طيب هو على طول متعذر ومختفي من 5 سنين بتاعه ده تمام. ينفع احسب الدين بتاعه ده كهو غارم من زكاة مالي؟ اقول خلاص انا سمحته وعفيت عنه وسمحته ومش محتاج الفلوس دي، وان الفلوس دي تكون من زكاة المال؟ طيب حاضر، بشكرك شكرا جزيلا. هو له مبلغ من المال ان هو يعتبر غارم يعني. طيب حاضر، بشكرك شكرا جزيلا. هو له مبلغ من المال عند احد الناس وبيقول هو متعذر على طول، مختفي بقاله 5 سنين وطول الوقت بيمر بضائقة مالية، فبيقول هل يجوز ان انا احسب الفلوس دي من زكاة مالي واسامحه واتعامل معاه لانه غارم؟ هو طبعا في خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، خاصة اللي دفع المال، فمنهم من يرى ان لا تصح الزكاة في هذه الحالة، ان الزكاة اشترط فيها النية هو لم ينوي عند الدفع على انها زكاة، ومنهم من اجاز ان لا مانع انه يعتبر غارم في هذه الحالة، طبيعي انه يديله هو مال زكاة فياخده فما يسددش، يبقى في النهاية خسران في يعني ايضا المال بتاعه، فمنهم من أجازها ولا مانع أن يأخذ بالرأي الذي أجاز في هذه الحالة إذا كانت يتيقن من أنه غارم وليس إنسان بينصب يعني. تمام، جزاكم الله خيرا يا شيخ عصام. معنا اتصال يا جماعة، ناخد سؤال واتساب، ناخد واتساب، يلا بينا. على من يجب حج المرأة المتزوجة على الزوج أو الزوجة علما بأن زوجتي تعمل؟ إذا كانت الزوجة تعمل وعندها استقلالية في ذمتها المالية فالحج في هذه الحالة واجب عليها. أما إذا كانت لا تعمل والزوج متيسر في هذه الحالة فيعني من باب إكرامها أن يساعدها في مسألة الحج من مال إذا كان قادرا على ذلك. تمام، جزاكم الله خير. هنا السؤال دلوقتي اختلف إزاي عن أسئلة اللي بيسألوا عن الخدمة؟ أيوة، يعني ده ما جاش ليه في الخدمة الآخر، يعني الناس بس تميز أن كثير من أسئلة النساء هل تجب الخدمة الزوج على الزوجة وأم الزوج على الزوجة؟ طيب دخلنا دلوقتي دي في أسئلة الحج. السبب هنا اللي بيخلي الناس يسأل ايه، الناس طول ما في ود وحب وتعامل بالمعروف محدش بيسأل ايه اللي ليه وايه اللي عليا، يبقى كل همه ازاي يسعد الطرف الاخر. نعم، وشو بيت سأل علما بان زوجتي تعمل، فهنا بيسأل لان بتعمل. لو طيب لو الزوجة دي بتحط المرتب في البيت وتصرف، هيسأل الزوج السؤال ده؟ غالبا لا. السؤال ده بيجي في حالة ايه، الزوجة بتعمل والمال ليها هي ولا تساعد في البيت بيه وعايزه تحج. تمام، هنا لما تخش الماديات الناس بتقعد تسال ايه اللي ليه واللي عليا واقفين لبعض، حق وحق. لما تدخل الرحمه والموده والسكن كما قال تعالى يعني جعل بينكم موده ورحمه، نعم يحكمها الموده والرحمه. صحيح، محدش بيسال ايه اللي على ايه اللي ليا، بالعكس اللي عليا الكل بيسارع في انه يقدم احسن حاجه يعني. نعم. طيب في سؤال يا شيخ عصام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ده على البث المباشر. زوجه كانت محتاجه زوجها وهو كان بيرفضها دائما وهو متزوج غيرها وبعد كده رفضته، فحرام ولا حلال؟ رغم انه قالت له سامحني انا مش عايزاك تعاشرني، خليك مع زوجتك التانية واقلمت نفسي على خدمة ولادي وخلاص، لازم اتطلق ولا خليني اعيش مع ولادي وخلاص؟ السؤال، لماذا تبادر بهذا الفعل؟ أيوة. هل باتفاق كارهين بعض فانا انفصل لكن هنبقى يعني زوج اتنين على الورق وخلاص موجودين رسمي عشان رب العيال وانت مع زوجتك ووافقوا على واتفق على ذلك؟ لا مانع. سيدة سودة يعني لما كبرت في السن طلبت من رسول الله ان يطلقها وان يعطي ليلتها لعائشة رضي الله عنها. نعم، وقبل يعني ما دام في يعني. اما لو هي محتاجة لا لتحصين النفس والاعفاف وتحتاج، لا عليها في هذه الحالة اما ان تعود الى زوجها واما تطلب الطلاق وتبحث عما احله الله. تمام، اتفاق لا عايزاه ولا عايزها وعشان يربوا الولاد كشكل اجتماعي فلا مانع في هذا الامر، وان كان ده مش للعلاقه السويه المطلوبه يعني. طيب سؤال تاني يا شيخ عصام، بيقول السلام عليكم، انا وانا في اعدادي نظرت يعني ان لما انجح اصلي 50 ركعة وعدت السنين. الموبايل فصل. طيب بس انا فاكر السؤال، بيقولوا عدت السنين وبتاع وانا ما عملتش ما صليتش وبتاع، اكفر عن الندر ده ازاي؟ يصلي ال 50 ركعة. يصلي ال50 ركعة دي كفاره؟ 50 ركعه يعني؟ لا والله لو قسمهم على 10 ايام كل يوم، يعني لو على 5 ايام كل يوم 10 ركعات ايه الازمه يعني؟ اعتبر 5 ايام تراويح. تمام، صحيح، هي الصعبه. تمام، جزاكم الله خير. البديل ايه يعني؟ لا قادر، بيبقى في ساعات حد عايز يعمل كده بس عايز اعرف هو ده صح ولا غلط. تمام، البديل ايه؟ خلاص يا عم اطعم 10 مساكين او اقسم او صوم 3 ايام. فرق ما هي هياها يعني.
طيب قبل بس ما الموبايل يفصل كان حد بعت لنا على بث مباشر بيقول انتوا ليه مش بتحترموا القناة المكابلية ما بتحترمش الجماهير؟ لا يا جماعة احنا قناة بتحترم الجمهور جدا وبتقدره جدا، ولا تظنوا ان اي تغيير بيحصل في القناة الا عشان مصلحة المشاهد. كاتبينه على البث المباشر يعني ايه اللي شافه ما بنحترمش؟ مش لاقيين برنامج كلامكم، مش لاقيين برنامج الميدان، مش لاقي يعني، فالناس بتسال يعني. طيب فبتقول بنسال كتير على الصفحه ومحدش بيرد علينا. يعني هل ده ليه دلاله وعلاقه بعد ما احترام الجمهور؟ ما انا بس برد يعني عشان الكلام موجود على البث المباشر. مساله مالهاش علاقه باحترام الجمهور او عدم احترامه يعني. انا اسف مش بتدخل في الامر، بقول بس ان ده بغض النظر بقى سياسه القناه ايه، الراي ايه، اللي هيتعمل ايه. انا بتكلم في قصه ان الجمهور ما فيش حد ابدا بيبقى هدفه يهين الجمهور، لان يعني في النهايه ده راس مال اي قناه. طبعا اذا احتقر الجمهور ولا ما احترموش خلاص ما بقتش قناه. صحيح، بقى قناه خاصه يتسمعها الاداره بتاعتها والمذيعين بتوعهم وبس. انما الجمهور دائما هو طبعا، لا الناس تمشي ورا الجمهور في الحق والباطل، معلش الجمهور هو راس المال، فانا بقى قاعد وراه. أيوة. هو عايز غلط ابقى غلطان. لا، احنا بنتكلم في اني الشراكه في الاعلام دائما بين المؤسسه والجمهور، بين المؤسسه والجمهور والعاملين بيها. صحيح، فدي مساله ما فيش فيها خلاف في احترام، ان الكل بيحترم يعني بعضه ويقدر كل طرف الاخر وبيسعى للنهوض بهذا الجمهور واسعاده. نعم، واداء رسالته. تمام، فبس ده بس ده على هامش حكايه ان الناس ما تحترمش الجمهور يعني. ايوه، جزاكم الله خيرا شيخ عصام على هذا الكلام الرائع. طيب ناخد بقى سؤال من على الواتساب سريع لان ما عندناش وقت. ما حرد تأمين على الحياة جاوبناه. طب ناخد سؤال بعدي سريعا، هل يجوز تسميم الحيوانات مثل القطط إذا كانت تأكل طيور مما نربيها في البيت؟ إذا كانت تؤذي بهذا الشكل ولا حل لها إلا هذا أمر فلا مانع، بس ما يبقاش بشيء قاسي، ما يبقاش بقتل بضربة برصاص ولا حرق. أيوه. تسميم ده في أكل في سم خلاص يعني، لا مانع، المهم لا يتضرر بذلك من لا يؤذي. تمام، جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وبعلمكم فضيلة الشيخ عصام، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام أشكركم شكرا جزيلا على طبيعتكم لينا في حلقة النهاردة من برنامجكم يستفتونك، دائما وأبدا بالحب نلقاكم وبالشوق ننتظركم، دمتم في أمان الله.